التحية متجددة بحضراتكم على بركة الله. ينطلق شوط الختام وشوط الوداع متابعينا الكرام الخاص بمنافسة الجعدان الصعوب. شاهدتوا 20 شوطا خصصت لهذه الفئة العمرية في صباح هذا اليوم. نسير إلى المقدمة ونتابع سلهود اللي يتقدم المشاركين لحمد بالضبيب سليمان. الشامسي ينطلق بالقعقع على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما انتقل إلى التبع في المركز الثاني محمد بن جمعة بن عبيد الشامسي اللي ياتي على المركز الثاني، بينما ننتقل الى المركز الثالث شاهين لناصر بن معيوب بن سعيد الشدي، والمركز الرابع اللي يتقدم في هذه اللحظة مزاحم لمحمد بن خليفة بن درويش الفلاسي. هكذا نتيجتنا للاربع المراكز الاولى، ونعود الى سلهود والسلالة السلهودية اللي يحضر بها بالقعقع على الصدارة لينافس بها الجميع لنيل شرف هذا الشوط. حمد بالضبيب سليمان الشامسي، ولكن حصل التغيير، التغيير جرى وترى من التبع اللي غير على الصدارة. التبع غير إلى المركز الأول محمد بن جمعة بن عبيد الشامسي. الله، ولكن ارصد ارصد القفاي، القفاي عبيد بن محمد بن مرخان الاكتبي. المعركة الثنائية، المعركة الثنائية، القفاي، القفاي والأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس لعبيد بن محمد بن مرخان الاكتبي المركز الثاني اللي احتل. متابعين الكرام، التبع لمحمد بن جمعة بن عبيد الشامسي، والمركز الثالث اللي احتل متابعين الكرام اللي هو سلهود حمد بضبيب بن سليمان الشامسي. هكذا نتيجتنا للثلاث المراكز الاولى، فنعود بالتهنئه والناموس الى مالك القفاي. التوقيت الزمني عطنا دقيقه 51 ثانيه. تهانينا لعبيد بن محمد.